هنا ايه؟ بصل وزيت. البصل والزيت بس. وسنه ملح. وسنه ملح عشان البصل يبدأ بسرعه. جميل. تمام. طبعا احنا ما بنعملش الحكايه دي لو هنحط لحمه، لان يعني الملح بيقفل انسجه اللحمه شويه. ده اللي انا اعرفه طول عمري. يعني مامتي الله يرحمها كانت تقول لي ايه، لما بس اللحمه تاخد اللون بتاعها اللي هو يعني تغير اللون الاحمر بتاعها ابدا احط اللحم الملح عليها. طيب صح؟ انا بقى بحط الملح، انت بتقولي بيقفل انسجه. انا بقى بحط الملح عشان يقفل انسجه بالفعل. يعني انا دايما بحط ملح وفلفل في اللحمه لان انا عايز قيمه اللحمه تفضل زي ما هي. من جوه. بس هناخد معانا اتصال وهنكمل موضوع اللحمه دوت. معانا ام اسلام، اهلا بحضرتك. الو، اهلا بيكي. السلام عليكم شيف يسري. ام اسلام صديقه البرنامج، ربنا يخليكي شيف يسري. الله يخليك. تسلم ايدك على كل اللي بتعمله. اشكرك وبحيي ضيفتك الجميله وبقولها اهلا بيكي. الله يخليك. ودايما كده مجمعنا يا شيف يسري على، والله نتمنى دايما نكون متجمعين على الخير يا رب. يا رب يا شيف يسري، انت فعلا مجمع كل الحبايب والله. الله يخليك يا رب. ربنا يكرمك. وحابه النهارده ان انا اشكر حضرتك على عجينه البيتزا، بجد بامانه انا عملتها امبارح والله بالهنا والشفا في منتهى الجمال. تسلم ايدك يا شيف يسري. ده هي طلعت جميله عشان حضرتك اللي عملتيها. لا يا شيف يسري، عشان والله اتعلمتها منك. الله يخليك. ربنا يخليك ويكرمك يا رب، ويسلم ما بين ايدك يا شيف. ربنا يخليك. ما بين ايدك يا رب. ربنا يخليك يا ام اسلام. ربنا يكرمك يا رب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تعقيب بسيط بس على كلام ام اسلام، في حاجات بتفضل باقيه. يعني ايه بتفضل باقيه؟ يعني في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث: صدقه جاريه، او علم ينتفع به، او ولد صالح يدعو له. في زماننا دوت احنا ما نضمنش ايه اللي جاي، فخلي دايما العلم اللي ينتفع به الموجود، اما بقى الولد الصالح والصدقه الجاريه ما نعرفش بقى اذا كانت هتبقى موجوده ولا لا. فالحمد لله الواحد ما بيخبيش حاجه عليكم. انا طبعا مش عايز اضيع عليكم الريحه الحلوه اللي انا شممها. هي حطت البصل فصلايا مع الزيت، وبعدين سنة ملح، وبعدين فصين الثوم المفرومين، فصين ثوم، وبعدين لحظة بس قبل ما تحط الرز، القرفة وصويا صوص وشوية جنزبيل. جميل. تاني هقول لكم الرز دوت، هي حطت زي ما قلنا البصلايا، يا دوب اتشوحت. بعد ما اتشوحت معايا البصلايا حطت عليها فص الثوم، ويا دوب دبلت شوية كمان، قامت مديالها شوية الملح، وادتها كمان زي ما قلنا القرفة والصويا صوص والجنزبيل، وبتشوح الرز كله مع بعضه. تمام. وبعد كده هنحط الميه عندنا، ونحط كمان، مش عايزه تحط له جزر، تحط له حاجه؟ لا لا مش طيب. انا ده رز بالقرفه. طريقته حلوه قوي زي ما انتم شايفين اهو. ممكن بقى لو عايزين نحط معاه كبد والحاجات اللي هي الكبد والقوانص والحاجات دي ممكن، مفيش مشكله، بس انا هعمله ساده. نعم. علشان يتاكل مع البيكاتا. جميل. طيب تاني المقادير كانت قدامكم على الشاشه. هي حطت زي ما قلنا بصلايه مع شويه زيت، دبلت شويه، ادتها شويه ملح عفوا، وبعدين فصين ثوم، وبعدين ادتها معلقه قرفه وشويه جنزبيل ومعلقه صويا صوص، وقامت منزله الرز. تمام. رز ابار يعني لوحده بالقرفه. الرز كمان احنا اتشرب اهو، وزي ما قلت لكم كان بصلايه مع شويه زيت، ويا دوب اتشوح حطينا عليه فص الثوم وشويه ملح وشويه من الجنزبيل، شويه قرفه، واخيرا معلقه صويا صوص، وقلبنا معاهم الرز، وفي الاخر كله في الاخر حطيناه وحطينا عليه الميه وبدا يتشرب.